حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم، مساء جميل عليكم مشاهدينا، مساء صحي بالدرجة الأولى. كل أحد ننطلق معاكم من الساعة 9:30 لغاية الساعة 10:30 برنامجكم كلينيك. اليوم مشاهدينا اليوم حلقتنا حلقة طبية كالعادة ولكن مختلفة في الطريقة والمحتوى. الليلة جامعين لكم موضوعين مختلفين ولكن نجمعهم مكان واحد وهو مركز الجار الله، وكل موضوع له طبيعته الخاصة. اليوم راح نتكلم عن طابع خاص، من حيث نتكلم عن شنو؟ عن طرح المعلومات الطبية اللي راح يجهلها أو يجهلونها الكثير الأمانة في موضوعنا، بالإضافة إلى ضيوفنا الكريم اللي راح يتكلمون اليوم مواضيع مختلفة. اليوم راح نتكلم بالنصائح الطبية وأيضا التوجيهات والإرشادات اللي يحتاجها كل مريض وكل شخص سليم يحرص على عمل الفحص بشكل دوري. لازم تعمل فحص بشكل دوري يا يبا ويا يما ويا بنية ويا ولد ويا طفل ويا يا مسؤول، لازم تعملون هذا الفحص الدوري لازم لصحتك عشان تبتارك الأمر والبداية. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن برامج الفحص الشامل في مختلف أقسام مركز الجار الله الألماني التخصصي. كل الأقسام راح نتكلم مع الدكتورة إيمان بالعريف، طب عام وبشري، خبيرة المسالك البولية النسائية، وأيضا عن معتقدات خاطئة في طب الأطفال. طب الأطفال عاد حدث ولا حرج، كثر بس الدش الدوانية خذ لك سالفة الحليم شاي الضحى، لا أسوي له كذي وحطي له كذي وسوت فلان وسوت علانة، لا يبا. اليوم راح نحط النقط احنا على الحروف في موضوع حلقتنا في هذا المساء إن شاء الله مع الدكتور أشرف أنور عزاز، وهو أخصائي أطفال وحديثي الولادة، ماجستير في طب الأطفال وعضو جمعية الابتسام العالمية الأمريكية. اليوم هذه هي حلقتكم وبرنامجكم كلينيك، وراح نتكلم شنو الفحص الشامل في مختلف العيادات المختلفة وأيضا أطفالنا والمعتقدات الخاطئة. زين أقول لكم شغلة بس عن الأطفال، شو الفرق بين التطعيمات اللي تصير مستوصف واللي بالمستشفى؟ هذا السؤال راح نطرح على ضيفنا واللي راح أجاوبكم، لكن حبيت تعرفون على مراكز الجار الله الألماني التخصصي وباقي المراكز الجهرة وبرلين ولوزان وديمة. فنشوف هذا التقرير ونرجع لكم إن شاء الله.
حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم، ونرحب بكل من انضم الينا في هذه اللحظة من داخل الكويت وبرا الكويت. وهذه هي المراكز، مركز الجلالة الألماني التخصصي ومركز ديمة والجهراء كلينيك ولوزان وبرلين. اللي يزور الكويت هني تعال على طول مباشرة حق هذه المراكز، كل شيء عندهم الله يعافي الكل، ولكن الفحص الشامل مهم يا أخي، أنك أنت تشيك على نفسك سواء أنت أو زوجتك أو أبنائك. راح ننطلق معاكم في موضوع حلقتنا اليوم، بس بكم مشاهدينا نرحب بضيوفنا وضيوف حلقتنا في برنامج كلينيك، بداية مع الدكتورة إيمان بعريفة، وهي طب عام وبشري خبير المسالك البولية النسائية، واللي راح يكون عنوان حوارنا معها هو برامج الفحص الشامل في مختلف أقسام مراكز أو مركز الجارة الألماني التخصص. مساء الخير دكتورة، سعيد باللقاء معك. أنا سعيد، شكرا. والله دائما كنت تحضري معانا بشكل مستمر، لكن اليوم مستقلة اليوم. إن شاء الله نوصل الفكرة. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. حياك الله يا دكتورة. وأيضا نرحب بالدكتور أشرف أنور عزاز، وهو أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، ماجستير في طب الأطفال، وعضو جمعية الابتسامة العالمية الأمريكية، واللي راح يكلمنا عن معتقدات خاطئة في طب الأطفال، ولا بد ان احنا شنو نصححها. لازم نصححها، مو نسمع مني ونطلع مني. مساء الخير دكتور اشرف. حياك الله وسهلا. حياك يا مرحبا، اهلا وسهلا. انا سعيد بلقائي معك. احنا اسعد دائما. للحين معتقدات خاطئه عندهم؟ كل معتقدات كثيره خاطئه والله. كثيره ما احنا بننفذها برضه الاطباء، يعني ما تقلقش. لا طيب، خلينا ننطلق مع دكتوره ايمان، نتعرف البدايه دكتوره، تكلمين عن الفحوصات الشامله المقدمه من قسم، تحديدا قسم المسالك البوليه، شنو؟ طبعا قسم المسالك البوليه في مركز جارلا معروف لانه هي الوحده الكويتيه الالمانيه الوحيده باداره الدكتور علي مهدي زاده، اللي بتحتوي على اطباء نساء. صحيح. للمسالك، مختصات في المسالك البوليه بالكويت، بالكويت كلها بالكويت. بس فيها الدكتورتين الوحيدتين مختصين في هذا المجال. لو حضرتك انا لانه طبعا في اختصاصيتين بيجوا بشكل دوري على العياده، لهيك فكر الدكتور علي وابتكر فكره الفحص الشامل مثل اللي بتصير باوروبا، انه كان في كثير ناس اكتشفناهم بمحض بالصدفة. اكتشفنا معهم امراض يمكن تتراوح من امراض بسيطه لامراض خطيره، وفرقنا في الفحص الشامل للرجال والفحص الشامل للنساء، وحتى في للاطفال الدكتور راح يمكن يعني عنه ممكن اكثر. هو وزوجته طبعا حتى اولاده واولاده ايضا بيزوروا العيادة، شامل عليهم كلهم. فحص شامل احنا بنعمله دوريا، بس هلا فتحناه على كل السنه، يعني يمكن كل 6 شهور يجي المريض يراجع من غير ما يكون عنده اعراض، يعني مو لازم المريض يكون عنده مرض انه صحيح. يجي على نتفادى اي مشاكل في طبعا. بدايه الامر طبعا. الله يعافي الكل، لكن هذا شيء لابد منه يعني. دكتور اشرف، خلينا نتكلم عن المعتقدات اللي في حال من ضمن المعتقدات انه ما يروح الى طبيب الاطفال الا لما يكون الولد مريض. انا صراحه ما الومك، لكن حضرتك كدكتور متخصص يعني شنو تنصح من هذا الموضوع تحديدا، انك انت لازم تعمل فحص دوري مو بالضروره يكون الطفل مريض، شلون نقنعه دكتور؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الموضوع ده موضوع مهم جدا، واحنا طبعا في مركز الجرالة بدانا يعني نحذو هذا الحذو، بمعنى ان احنا مش بالضروره نستقبل الطفل مريضا، بقدر ما بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمنع هذا المرض. طبعا المتابعه الدوريه في الطفل مهمه لابعد الحدود، لان نظرتي انا كطبيب تختلف اختلاف كلي وجزئي عن نظره الام او نظره الاهل للولد. احيانا الام تستشير جارتها او تستشير والدتها لكن انا نظرتي للطفل في اول سنه بالذات من عمره تختلف اختلاف كلي عن نظره الام، بمعنى ان انا لما استقبل الطفل من اول يوم في الولاده ببدا اضع له برنامج للمتابعه الدوريه. المتابعه الدوريه عندنا في الاطفال في اول سنه الطفل لي عندي 9 زيارات، 9 زيارات لابد ان الطفل يخضع ليها، لان في اثناء هذه الزيارات انا ببدا اعمل تبادير وتوافيق في العلاج، وابدا اضيف بعض الاشياء للطفل اللي هي مفيده لي بشكل روتيني وليس بشكل علاجي. هذا الطفل المريض دكتور او الطفل بشكل الطفل عام. عادي عادي، ما في اي شيء، ما في اي شيء، ما يعاني من اي شيء ولا اي شيء. طيب، بمعنى ان هو بيجيني بعد اسبوع من ولاده مره، في اول 6 شهور بيجيني مره في كل شهر، في الشهر 9 بيجيني مره، في الشهر 12 بعد ما يتم سنه بيجيني مره، وبعدين ببدا ارتب له زيارات كل 6 شهور. ما يلتزمون دكتور، ما يلتزمون الناس، ما ليه؟ الاغلب للاسف ما يلتزم. الحقيقه ان اول سنه دي هي السنه البنائيه في عمر الطفل، وهي اهم سنه. انا بستطيع ان انا اضيف فيتامين دي عشان امنعه من مرض خطير اسمه الكساح او لين العظام. في اول يوم في الولاده بديله فيتامين دي على الاحتياج اليومي، وابدا اقول له ما توقفش فيتامين دي ده الا اذا بدا الطفل يمشي، وبعدين ببدا اضيف له الحديد بعد 6 شهور لكي اقيه من مرض شديد جدا اسمه انيميا نقص الحديد، اللي هي منتشره في الاطفال من سن 6 شهور. يعني اذا ما اخذ هذا الجدول اللي حضرتك قاعد تتفضل فيه ممكن يتعرض بنسبه كم لهذه الامراض؟
أولا نسبة عالية جدا لأن احنا جداً للأسف مشكلة. للأسف ما عندنا ثقافة التغذية. وأزيدك من البيت شعرا في هذا الأمر. الطفل الذي يعاني من نقص فيتامين دال أو يعاني من أنيميا الحديد حتى ولو بدأنا علاجه وتم شفاؤه من هذا الأمر، أثبتت الدراسات إن على عمر 10 سنين بيبدأ الطفل يعاني معاناة بسيطة من نقص التحصيل الدراسي أو بعض الأمراض اللي احنا ممكن ما نتحكمش فيها. مشاهدينا على فكرة ترى لا تقولون بعدين احنا وين نراجع كل 3 شهور لو الدكاترة يبون نراجع لهم وندفع، لا يبا ترى عنده استشارة مجانية لآخر الشهر. لآخر الشهر مجاني، يعني روح اخذ طفلك بلاش. دكتورة خلينا نتكلم دكتورة إيمان على أنواع الفحوصات الخاصة في قسم المسالك الأولى. شنو أنواع الفحوصات؟ طويلة، قصيرة، 10، 2، 1، شنو بالضبط؟ لا هو في فحص شامل للرجال وللنساء. فحص الشامل للرجال مثلا يعتمد على استشارة مجانية، يعني يجي المريض بيقول أنا بدي أفحص حالي، بدي أعرف شو عندي إذا في، من غير أعراض لنا يجي استشارة مجانية عند الطبيب وفي متابعة بعد أسبوعين. بس الحلو في الفحص الشامل أنه بنفس اليوم المريض بيعرف إذا في شيء أو لا، يعني تحاليل واستشارة وسونارات كلها بتتم بنفس الوقت عند الطبيب، يعني بيغادر العيادة هو يا مطمن على صحته أو مكتشف بعد الشر. دكتورة إيمان أنت تعرفين الناس تخاف، الناس تخاف أنا قاعد بصحتي ما فيني العافية أروح أفحص تطلع فيني مشكلة، أنا مو حاسب شيء. شو تقولين؟ سؤال امرأة أو رجل، شو تقولين؟ الوعي الصحي، لازم نرفع الوعي الصحي والصحة الوقائية بالبلد، يعني بأوروبا ليش متطورين وأحسن منا بكثير عن البلد العربي. ممكن اكتشاف يعني لا سمح الله إذا في خلل مبكر ممكن علاجه بشكل سهل. بشكل سهل جدا. وبسيط. وبداية المرض يمكن. راح نكمل معاكم مشوارنا ونكمل معاكم حلقتنا، تابعونا لا تبعدون بعد الفاصل. دكتور أشرف، الناس عارفة يعني في تطعيمات أساسية ورئيسية عند المولود لما يأخذ الشهادة المستوصف توضع فيها التطعيمات والتواريخ، ففي تطعيمات أساسية ورئيسية تأخذ بالمستوصف وهناك تطعيمات أيضا تأخذ بالمستشفيات. نعم. شو الفرق بينهم؟ ما في فرق. أولا في حاجة اسمها جدول التطعيمات الرئيسية وده مهم جدا ولا بد أن يأخذه الطفل في مواعيده اللي هي محددة على البطاقة الصحية بتاعت الطفل. ده ما فيهاش نقاش أبدا لأنها بتؤدي إلى أمراض قد تؤدي إلى إعاقات زي شلل الأطفال وغيره. لكن إحنا اللي إحنا عاوزين نركز عليه هي التطعيمات السنوية التي تؤخذ في المراكز الخاصة، وخاصة عندنا التطعيمات دي في مركز الجار الله. عندنا 3 تطعيمات إلى 4 تطعيمات مهمة جدا بنعطيها للأطفال. اولا تطعيم النزلات المعويه اللي بيتاخد في 45 يوم، رقم 2 تطعيم الجدير المائي اللي هو بيتاخد من الطفل بعد عمر سنه، رقم 3 تطعيم الانفلونزا اللي احنا شغالين فيه حاليا اللي هو الانفلونزا الموسميه اللي هي بتاخد الطفل بنسبه 85% من الانفلونزا الموسميه. الناس معتقده ان الرابع شنو دكتور؟ الرابع اللي هو التهاب الكبدي الف. الكبدي الف، يعني التهاب الكبدي خلاص الطفل بياخده في التطعيمات الرئيسيه. دكتور شو ثانويه هذا المفروض تنحط رئيسيه بالدوله؟ ده في بعض الدول، في بعض الدول العربيه موضوعه في جدول التطعيمات الرئيسيه زي الامارات والسعوديه موجوده هذه التطعيمات في جدول التطعيمات الرئيسيه. الانفلونزا والمعده والجدير المائي والكبدي التهاب الكبدي الف. انا بس المعتقد الخاطئ اللي هي الناس دائما وابدا بتمنع نفسها من اخذ هذا التطعيم، هي الناس بتعتقد ان انا اسيب ابني يتعرض لهذا المرض وياخذ مناعه. انا بقول لكل الامهات ان كل هذه التطعيمات تطعيمات امنه جدا جدا، وفكره التطعيم ما فكره بسيطه جدا، التطعيم بيحفز جهاز المناعه بتاع الطفل بحيث ان الجسم نفسه هو اللي بيدافع. جميل. سلامته. بيحفز يعني هو ده تحفيزي ووقائي. وللأسف يعني نبي رئيسي، لكن أيضا بالمراكز لا حد يستكثر هذا الأمر على أبناء حق الإنفلونزا والجدر والكبد يعني أمور ما هي بسيطة، لما أمور خطرة وأنتم شايفين كل ما الفيروسات قاعدة تتطور أكثر، لذلك المراكز الخاصة قاعدة تتماشى مع هذا الموضوع. أنا برضو عايز بس ألف النظر في لحظة واحدة إن إحنا دائما مش بنترك الطفل للتعرض للمرض، لأن كل طفل استعداد معين للمرض. ممكن أنا ابني يتعرض للمرض يشفى منه. صحيح. بس في طفل تاني تكون مناعته ضعيفة يتعرض للمرض يؤدي بحياته ويحتضن هذا المرض. نعم. دكتورة إيمان، متى تفضلين إنه يبدأ الفحص الشامل؟ من أي عمر؟ إحنا تكلمنا قبل شوي قلنا المرأة والرجل والطفل لا عمر معين فحص الشامل؟ لا، ما له عمر معين. ما له عمر. من الولادة. وكان عنا مرضى من سن الولادة اكتشفنا معهم عيوب خلقية بالكلى، عيوب بالمجرى البولي، وعملنا لهم عمليات نيو بورن.
من يعني اول يوم ولاده. من اول يوم ولاده يعني ممكن انه ينولد الطفل يكون في عيب، الاهالي طبعاً خايفين ما يبون يودونه او ما يبي يصلح بالاحرى او غيره، ما بيكتشفوه اصلا، لازم يجيبوا الوعي. عليه مستقبلا هذا طبعا بياثر عليه جدا على صحته، يعني راح يصعب ايضا التدخل الجراحي، راح يكون في صعوبه في العلاج طبعاً. مهما كان التدخل الجراحي او التدخل الدوائي مرات مبكرا، مهما كانت الصحه احسن المستقبل. ففي حالات قابلتوها طبعاً. تعطينا طبعاً. مثال عن حالة مثلاً. مثلاً كانت في حالة طفل كان نيوبون، اتصلوا علينا من المستشفى خاص. كان شنو؟ طفل جديد يعني أول يوم الولد، حديث الولادة. طيب. من مستشفى خاص متصلين علينا، الولد عنده حرارة عالية من أول يوم. راح الدكتور علي مهدي زاده، وكان بروفيسور باور موجود حالياً بالكويت، زار الطفل وقال لهم لا أنا لازم أفحص، عمل له سونار بسيط لقى تضخم بالكلى، ارتجاع بولي من المثانة للكلى. لو ظل هذا الولد من غير اكتشاف لهذا المرض لمدة تقريبا بس 10 أيام كانت وظائف الكلى، والكلى راحت يعني بعد الشر، راح تأثر على حياته بهالعمر الصغير. فالحمد لله الفحص مبكر، الحمد بعد لله سبحانه وتعالى أجريت العملية وتم الدكاترة المتخصصين في هالمجال، الحمد لله وتم تجاوز هذه المرحلة وهذه المحنة تماما. عم يجي هلأ متابعات تقريبا سنوية، الحمد لله الكلى سليمة 100%. زين دكتورة، اللي يخاف من تجربة الفحص الشامل شو تقولين؟ يخافون؟ يخاف قل له انه الصحه اغلى شيء عندك. والفحص الشامل شنو هي؟ اوبر وسحب دم وما ادري شنو، وصعد الدور وانزل هني وتعالج على ساعات طويل. شنو ابدا، يمسك الاسانسير بيطلع على الدور 9 بمركز الجار الله. أيوة. بيلاقي سكرتيرات ما شاء الله عليهم، راح هم ملمين بكل شيء. نعم. يدخل بيفتح له ملف، بيشوف الدكتور، راح يساله بعض الاسئله، يفحصوا فحص سريري، سونار بسيط، تحليل دم. من بعض من بين التحاليل بدي بس احكي عليه هو فحص الان ام بي 22، ان ام بي 22 هيدا فحص مثل فحص الحمل عن طريق قطرات بول، بنكتشف اذا في سرطان مثانه. فحص الشامل جدا مهم، اكتشفنا جدا حالات يعني ما احصيناها لهلا، حالات سرطان مثانه جدا عاليه بالكويت. حق اي مرحله عمريه نتكلم؟ تقريبا هي كانت عند النساء والرجال تقريبا ما بين سنه 30 إلى 45. زين انت الحين قاعد تقولين كذي عشان تخففين على الناس، ولا هذا الصج اللي حاصل عندكم؟ صج موجود، ان الاستقبال ويصعد الدور التاسع ويقعد ما يطول، كم ياخذ وقت؟ ما راح ياخذ اكثر من ساعه لحتى التحاليل تطلع. تطلع نتيجتها بنفس الوقت، ساعه وتطلع النتيجه، وان شاء الله بيطمن ويروح مبسوط على البيت. والسكرتاريه مجاب لينا هناك مو موجودين ما شاء الله، هذا عندنا اني موجود. عندنا طاقم سكرتاريه وطاقم تمريض رائع بالمركز، يعني رائعين جدا. 1-8-4-4-5 ايوه هذا رقمهم، اللي بيهج 1-8-4-4-5 تتصلون دور 9 لوحده المسالك البوليه. وحده المسالك البوليه وشنو بعد اسمها طويل؟ الوحده الكويتيه الالمانيه لجراحه الكلى والمسالك البوليه والتناسليه للرجال والنساء. اي بس كنت تشرح هناك، قولوا لها كامله ان شاء الله. زين دكتور اشرف، نتكلم على التطعيمات مثل ما قلت، ولكن عرجت عليها بشكل سريع، ودي ارجع لها. الناس تعتقد فعلا انه يقول لك هذا يضعف المناعه، ايوه شلك قاعد تطق كل ساعه ماخذ الولد رايح معطيه اوبر ومعطيه ما ادري شنو، هذا ترى يقلل مناعه ولدك، غير يقلل مناعه بنتك، وهم مو اصحاب اختصاص. حضرتك اليوم معنا على هذه النقطه بتركيز شوي. هذا معتقد خاطئ جدا، ما في تطعيم بيضعف مناعه الطفل. انا كل وظيفتي في التطعيم حتى اللقاحات الاساسيه، الفكره الاساسيه هي تحفيز جهاز المناعه. يعني انا بأدي الطفل فيروس ميت او فيروس حي ضعيف، بحيث ان انا بحفز الجسم، بقول له ان الميكروب ده عندك، الجسم بيبدا ينتج مضادات حيويه لهذا الميكروب، وبالتالي الطفل ياخد مناعه. يعني انا ما بدخلش للطفل اي شيء، انا بحفز جهاز المناعه بتاع الطفل، وبالتالي الامور طبيعيه جدا. انا بس عايز اسال كل ام سؤال بس، ايهما اولى، انك تحمي طفلك ولا ان الطفل يتعرض لمشكله صحيه كبيره جدا وقد تطول معه؟ وقد تطول. لك ان تعلم ان احنا تطعيم الروتاريكس او تطعيم الروتا او النزلات المعويه احنا بنديه عند 45 يوم. 5 مليون طفل بيموتوا كل سنه من النزلات المعويه تحت سن 5 سنوات. هذا عالميا دكتور؟ عالميا، ده يعني ده احصائيه عالميه، 5 مليون طفل بيصابوا بالنزلات المعويه. هذا التطعيم موجود في اماكن كثيره جدا في التطعيمات الرئيسيه، وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه وفي الامارات وفي السعوديه. يعني ها عندنا في الكويت موجود بس في الجار الله؟ موجود، موجود في الجار الله، موجود في بعض المس... نعم موجود في بعض المراكز الخاصه. نعم ان شاء الله باذن الله. زين دكتور، الان اللي يعتقد اللي ياخذ التطعيم يعني خلاص ما راح يتعرض لنزله معويه؟ احنا دائما في اي امر من الامور بنترك اشياء لقدر الله سبحانه وتعالى، ما في شيء 100%، ولكن حتى اذا الطفل تعرض لنزلات معويه بعد ذلك بتكون اقل وطأة واقل تاثيرا على صحته. جميل.
دكتورة تفضلين أن تتم هذه الإجراءات والتطعيمات أن قبل الفحص الشامل ولا بعد الفحص الشامل؟ راجع للمريض، راجع للمريض. يعني ممكن يسوي فحص شامل بعدين يروح حق دكتور أشرف. الدكتور بينصحه بالتطعيمات طبعاً، طبعاً جداً مهمة. أنا بأيد الدكتور جداً على التطعيمات الثانوية. دكتور في قسم يعني كل أقسام مهمة، ولكن قسم أمراض النساء والولادة يعني هذا قسم حساس وقسم مهم وقسم كبير وقسم مراجعين كثر الأمانة ولثقتهم فيكم في هذا الموضوع، لذلك حاب نوصل الصورة للمشاهد الكريم في هذا الموضوع. شنو هي دور الفحوصات الشاملة في هذا القسم تحديداً اللي هو قسم النساء والولادة؟ قسم أمراض النساء تحت إدارة الدكتورة فريبة فادوتي اللي هي أكبر جراحة مناظير ألمانية، الحمد لله بتزور المركز بشكل دوري. أمراض النساء جداً مجالها واسع، لهيك فحوصاتها واسعة. بما أنه شهر أكتوبر معروف بالتوعية بسرطان الثدي، عملنا فحص شامل للثدي، في فحص شامل لعنق الرحم، فحص شامل للحامل. الحامل راح يكون عندها 3 فحوصات دورية، أول تريمستر اللي هو أول 3 شهور، ثاني 3 شهور، رابع 3 شهور. والحمد لله العيادة مجهزة كاملة بكل الأدوات والسونارات والأشعة، الحمد لله. يعني ما في يطلع برا تقول روح سوي سونار بالمكان الفلاني، روح سوي اشعه ما ادري وين، أبداً أبداً. كل شيء عندكم موجود، كل شيء. بتجي المريضه او مراجعه بنسميها اذا بدها تعمل فحص شامل، بدها تشيك على الثدي مثلا، خايفه من مرض السرطان، بتجي مثل ما قلنا اسانسير بتوصل للدور 13 مركز جار الله. هذا نفس الولادة دور 13. دور 13 أيوة مع الدكتور. إذن هي تختار شنو تبي تفحص، وفحص شامل مو شامل للجسم يعني كله. على حسب إحنا 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 بس عملنا الفحوصات قسمناها على حسب العضو، لأنه مرات بياخد وقت الموضوع. يعني لهيك فيها تجي لفحص الثدي اليوم، بعد شهر 6 شهور تجي لفحص عنق الرحم خلال الحمل أو لا، بس لهرمونات ما هرمونات. وهذه الأولويات من يقسمها دكتورة، أنت ولا المريض؟ على حسب هي شو مهتمة. إذا ما كان عندها أعراض، بس أغلب النساء عندهم أعراض. إيه لأن هي ما تدري راح تسوي فحص شامل، مو عارفة. فينا نعمل الفحص الشامل بس ياخذ تقريبا ساعتين. لهيك إحنا بننصح الأولوية لأي عضو تعمل له الفحص. نعم. برجع معك بعد الفاصل نتكلم على أثرتي موضوع جدا مهم، وهو خصوصا احنا في شهر اكتوبر وهو التوعية بسرطان الثدي. راح نتكلم عن هذا الموضوع لأهميته وحساسيته بنفس الوقت، واصبحت في التوعية والناس عندها ثقافة في هذا الموضوع، لكن دوركم في كوحدة في هذا الجانب ويهمكم انتم بالدرجة الاولى. بعد الفاصل مشاهدينا راجع لكم ان شاء الله بعد. دكتورة إيمان دوركم في هذه الوحدة تحديدا ومركز الجار الله الألماني التخصصي بشكل عام في التوعية بموضوع سرطان الثدي، شنو بالضبط دوركم؟ الحمد لله عملنا كثير فيديوهات وعملنا تعليقات على الموضوع منشان نعمل بس هيك وجهة رأي ونخلي الناس تهتم بالموضوع أكثر. يعني بيشوفوا كثير أشياء توعوية على التلفزيون بس ما بيتجرأوا أنه يجوا يعملوا الفحص الشامل للثدي. طبعا هو بيضم استشاره، فحص سريري، سونار، اشعه. واكتشفنا كم حالات تقريبا، ما اغلبها ما كانت عباره عن اورام، بس كانت عباره عن اورام حميده. سرطان الثدي معروف لانه جدا خطير. سرطان الثدي مشكلته انه بينتشر وبسرعه، يعني بينتشر وين؟ بالجسم، بالثدي وبالغدد اللمفاويه. لهيك
العلاج راح يكون جراحي وبيأثر على نفسية المريضة، راح تكون يعني صحيح بيأثر جدا. نعم. هيك يمكن بتتخوف المرأة انه تعمل الخطوة انه تعمل الفحص، بس اوكي احنا صح لقينا كم حالة كانت مصابة وما كانت عارفة، ما كان عندها اعراض، بس كمان اكتشفنا انه اغلب الناس كانوا الحمد لله طمناهم ما كان عندهم شيء، يعني كفاية انه نطمنها انه الثدي سليم بتروح على البيت مرتاحة. يعني في علاج دوائي غير العلاج الجراحي اغلبه؟ لا اكتشفنا شيء اذا كان بالمرحلة الاولى بيتم الحمد لله علاجه عن طريق ادوية بتكون خاصة متوفرة عندنا بالكويت، متوفرة بالكويت، متوفرة الحمد لله بالحكومة كذلك، والاجهزة على مستوى عالي جدا من الفحص، الاجهزة اللي حضرتك طبعا اول شيء راح يكون الفحص السريري هو اهم شيء لسرطان الثدي. انه المريضة حتى اذا عملت الفحص لحالها للثدي بعد الدورة على طول يمكن تكتشف او يصير لها لبس بتقول لا يمكن هي غدد يمكن لا، احسن انه دكتور اللي بيفحص الثدي وتكون الطريقه سهله جدا يعني مره وغير مؤذيه. تاخذ وقت دكتوره؟ لا ثواني فقط. الفحص والنتيجه؟ النتيجه راح بعد ساعه تقريبا مع عمل السونار، راح نعطي تقرير كامل للمريضه انه حالتها بتطمن الحمد لله او لا، في اجراء ثاني بسيط لازم نعمله اذا لقينا كتله بسيطه. اللي هو كتلة بالثدي، كتلة أو إفرازات أو شيء مشكوك فيه، يعني بياخد وقت شوي. زين خلال الشهر هذا عندكم برنامج توعوي خاص بهذا الموضوع؟ عندكم حملة راح تقوموا فيها؟ عندنا حملة توعية بسرطان الثدي، وعاملين فحص الشامل للثدي خاص مفتوحة العيادة من 9 إلى 9 الحمد لله، وفي المريض يعني المريضة المراجعة بتيجي أي وقت بيتم استقبالها بشكل كامل. خلال شهر أكتوبر أم خلال شهر؟ خلال شهر أكتوبر. بس هي موجودة طوال السنة بس مركزين عليها بشهر أكتوبر بما أنه شهر التوعية. نعم سرطان. جميل. حابة تقولين شيء في هذا الملف أو أنت الملف؟ بدي قول إذا حابة بدي بس أي النسوان كثير المرأة بتخلي حالها تهتم بالزوج بالبيت وبتنسى حالها، وبعدين يعني مثلا أنا بدي بس أقول على حالة مهمل. وين الزوج تتمكن الزوج أغلبه بصح في حالة جدا أثرت فينا كلنا كمركز. نعم. إجت بآلام بسيطة بالحوض، يعني أنا عم سلم عليها إذا عم تشوفنا هلأ، إجت آلام بسيطة ومفكرة أنه هيدا بس عبارة عن التهاب بول بسيط، عملت التحليل ما لقينا شيء، بسونار بسيط اكتشفنا ورم على المبيض تقريبا 20 سنتيمتر. هلأ تم استئصاله الحمد لله وأخذت كيماوي وصارت عم تعافي، بس على طول الكلمة بتم الحمد لله أنه عملت فحص شامل، الحمد لله أنه أجيتكم على العيادة ما خليت، لأنه كان الوجع بسيط بس كان ممكن ينتشر بالجسم لو استكملت نفسها في هذا الموضوع. والكلمة الثانية أن الصحة أغلى شيء عند الشخص. نعم. الله يعافي الجميع، ولكن الفحص الشامل فعلا جدا مهم للأمانة، الفحص الشامل الله يعافي الكل، ولكن يعني الوقاية خير من العلاج طبعا بالتأكيد. دكتور أشرف خلينا نتكلم على موضوع مهم خصوصا نحن مقبلين على فترة الشتاء. نعم. وهو التهاب الوزن، التهاب البلاعين اللي يتكرر مع الناس بشكل كبير وكل مرة يكون أكبر وأقوى من المرة اللي فاتت. نعم. هذا شو مشكلته بالضبط دكتور؟ طيب مبدئيا احنا في طبعا احنا عايزين نصحح معتقد خاطئ في موضوع اللوز لانه شائع جدا. الاول بس عايزين نفهم يعني ايه اللوستين. نعم. اللوستين دول غدد لمفاويه موجوده في مقدمه الحلق. نعم. تمام. اللوستين دول عباره عن غدتين من الغدد اللمفاويه الموجودين في مقدمه الحلق. نعم. تمام. في ناس معتقده اعتقاد خاطئ جدا ان في اعضاء في جسم الانسان غير مهمه. في ناس يقول لك اللوستين دول مش مهمين. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق عضو ليس له أهمية في الجسم، ممكن يكون جهل من عندنا احنا مش عارفين ايه قيمته. صحيح. ولكن الثابت علميا ان اللوستين بتمثل خط الدفاع الاول ضد الميكروبات، بمعنى بمجرد يدخل اي ميكروب عن طريق الانف او عن طريق الفم الى الانسان تبدا شبه معركه ما بين اللوستين وبين هذا الميكروب حتى لا يدخل الى الرئه مباشره، حتى لا يدخل الى جسم الانسان او جسم الانسان بشكل عام. نعم. تنتهي هذه الامور بالقضاء على الميكروب. احيانا يكون الميكروب قوي فيغزو الجسم وهنا تنتفخ اللوستين. انا عايز انبه على كل ام، هناك فارق شديد ما بين التهاب الحلق وما بين التهاب اللوستين، ما بين التهاب الغدد الموجوده في مقدمه الحلق. تمام. طيب ايه الضرر؟ ايه الضرر في الموضوع ده؟ تكرار التهاب اللوستين الصريح بيؤدي الى افراز نوع من انواع السموم. هذه السموم تؤدي إلى ما يطلق عليه الحمى الروماتيزمية، والتي تؤثر على 3 أعضاء في الجسم مهمة، تؤثر على القلب وتؤثر على الكليتين وتؤثر على المفاصل، وهذا شائع جدا في الأعمار ما بين 5 سنين إلى 15 سنة. لذلك هذه الصورة دكتور. نعم. هذه الصورة انتفاخ الوزتين، اللوستين طبيعيين مش ظاهرين، إنما انتفاخ اللوستين باين إن في انتفاخ، يعني في التهاب في اللوستين.
احيانا يحدث التهاب حوالين اللوستين اي في منطقه الحلق، هذا لا يعتبر التهاب في اللوستين. تمام. طيب طبعا الناس العامه ما تعرف هذه التفاصيل دكتور ودقتها، يعني هنا يبرز هذا هم بين الالتهاب واضح. هنا بقى في فرق بين التهاب فيروسي والتهاب بكتيري. الالتهاب البكتيري تيجي الام تقول ان انا لما ابص في حلق ابني بلاقي على اللوستين نقط بيضاء، ده اسمه الصديد. الصديد هذا الصديد اللي هو بيتكون على اللوستين. طيب هنا بقى امتى نشيل اللوستين؟ السؤال المهم جدا واللي احنا عايزين نركز فيه. طبعا المشكله الطفل هنا بيقع بين مشكلتين، بين مطرقه طبيب الاطفال الطيب الحب دي التهاب في اللوز الصديدي، اللون الابيض ده التهاب صديد موجود على اللوستين. تمام. هذا في حاله اهمال يا دكتور ولا هذا نوع من الفيروسات اللي تضرب الجسم؟ هو ده نوع اسمه التهاب بكتيري، نوع من انواع البكتيريا بتصيب اللوستين. تمام. عايزين نشيلهم. الطفل بيقع بين مشكلتين، بين مشكله ما بين طبيب الاطفال اللي هو بينتظر وما بين الجراح الذي لا يعرف الا المشرط. احنا كاطباء اطفال لنا قوانين محدده عشان نشيل فيها اللوستين. في ثلاث شروط مهمه جدا تعرفها كل ام وكل اب عشان نشيل اللوستين. اللي هي اول شرط، لابد ان تلتهب اللوز اكثر من 6 مرات في السنه. ست مرات التهاب لوز صريح. رقم 2، اذا حدث تضخم في اللوستين مع تضخم في اللحميه وأثرت على النوم الطفل لازم تتشال. ثالث حاجة، إذا حصل خراج في اللوستين لابد إن أنا أشيل الخراج مع اللوز. هنا بقى نقف أكثر من وقفة. كبر حجم اللوستين ليس سبب في إن إحنا نشيل اللوستين، لأن أحيانا في أطفال بيكون عندهم اللوستين متضخمتين تضخم طبيعي، بينتهي هذا التضخم في السنة 8 من عمره. لكن في حالة واحدة إحنا بنشيل فيها اللوستين بيسموهم الكيسنج تونسلز او اللوستين المتعانقتين. نبص على الطفل نلاقي كان اللوستين متعانقتين بتؤثر على تنفس الطفل وتؤثر على نومه وممكن تدخله في غيبوبه. ممكن هذا يستمر معاه في لما يكبر بالسن. ممكن يؤدي بحياته. يؤدي بحياته في هذا الجانب، لذلك هو التدخل الجراحي وازاله الوزن. حاجه بسيطه بس عايز اضيفها. تفضل دكتور. اولا في ثلاث اعتقادات خاطئه في اللوز. الام تقول لك ان انا ابني شهيته والاكل ضعيفه لازم اشيل اللوز، ليس اي هناك اي علاقه بين الشهيه وبين اللوز. رقم 2، الطبيب يقول لها في التهاب في الاذن الوسطى. ما فيش علاقه بين التهاب الاذن الوسطى وبين اللوستين. يعني الثلاث شروط فقط لا غير هم اللي انا اقدر اشيل بهم اللوستين. جميل. طبعا الدكتور لما يتكلم شيء كثير من المراجعين يزورون وهم اللي يتكلمون في هذا الجانب. العم جوجل ما قصر في هذا الموضوع، يعني الناس تدش وتستفسر وتقرا وتطالع، شيء جميل الثقافه، لكن لا يعني لا يفتى ومالك في المدينه. لذلك نعطي اهل الاختصاص في هذا الجانب اختصاصهم وهم اللي يشرون علينا وهم يقولون هم اصحاب القرار والحافظ الله سبحانه. دكتوره قبل اخذ الفاصل، اعراض سرطان الثدي، هل الاعراض ممكن توضحينها للمشاهدين؟ الاعراض هي بتكون الاعراض بتبين لما تكون مرحله ثانيه ثالثه. اول شيء لما تفحص المريضه نفسها بعد الدوره، باكد هالموضوع لانه اغلب الناس تفحص باوقات، هي في وقت معين الفحص بعد الدوره على طول تفحص الثدي بشكل دائري قدام مراية وتشوف إذا لقيت كتلة بسيطة لازم تراجع. كتلة يعني انتفاخ؟ انتفاخ بسيط. انتفاخ تحت الجلد بسيط، يكون صلب مرات أو بيكون لا مو صلب. نعم. إفرازات من الحلمة، إحمرار بالثدي. مرات بتجي المرضى بتقول الثدي صار مثل البرتقالة، مثل قشرة البرتقالة، في نقط صغيرة. هيدا كمان دليل إنه يمكن عايكون أغلب إنه شيء خبيث يعني. يعني هي بس بمراحل بعيدة. مراحل. لكن المرحلة الأولى اللي هو الانتفاخ البسيط. البسيط أو الإفرازات. بشكل صلب أو كان بشكل طري نوعا ما أو كان في ماء أو في. أيوة. إفرازات بيضة أو صفراء. بعد يتعبث فيها دكتورة. يعني هي تجرحها وهي تشيلها أو كذا تدخل الشخصي. يعني. مرات بس لازم تراجع. يعني غلط هذا اللي تسويه. طبعا غلط، لا يلمس الثدي أبدا. مرات بتقلك في آلام. لا، الآلام مرات ما تتوافق مع السرطان، يعني السرطان بيكون صامت، الآلام بتكون آخر مراحل المرض. هذا مشكلته صراحة. الله يعافينا منه يا رب، إنه هو مرض الصامت. الله يعافي الجميع إن شاء الله. إنه مرض صامت وبعدين يغزو الجسم فجأة وبعدين تأتي الآلام مثل ما تفضل الدكتورة. مستمرين معاكم مشاهدينا لكن بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الحين دكتورة إيمان نذكر مشاهدينا احنا تكلمنا عن الفحص الشامل في عيادة النساء والولادة وبعد الفحص الشامل في مسالك البولية رجال ونساء رجال ونساء وأطفال رجال ونساء وأطفال في المسالك البولية ممكن الأسرة الكريمة تروح تزور في وقت واحد الدور التاسع ويعمل لهم فحص شامل في هذا الموضوع كلهم مع بعض وما ياخذ هو ساعة عدل ما ياخذ أكثر من ساعة ياخذ النتيجة مباشرة ساعة أو أقل وأيضا النساء والولادة كذلك كل امراض النساء والولادة دور 13 ايوه يقدرون يتواصلوا معاكم من الساعه 9 لغايه 9 صباحا لغايه الساعه 9 مساء ويزورونكم وتعمل فحص شامل تختار هي المراه شنو الامكانيات اللي بتفحصها او اكثر شيء هي قاعده تحاتي وتفكر فيه وكل 3 شهور يتم فحص جزء اخر من اعضاء الجسم عدل ان شاء الله نطمنها على وتقدر كل اسبوعين مره تفحص الجسم حتى كل اسبوعين راجع لها راجع يمكن كل يوم انزين الحين بنتقل معاك لقسم الباطنيه يا دكتوره وشنو الفحص الشامل في قسم الباطنيه؟ هلا مركز الجار الله بيضم اكثر من قسم باطنيه. في الحمد لله عندنا مركز الجار الله في قسم باطنيه مع الدكتور ابراهيم شحيمي، وفي كذلك بقسم الجهراء الجهراء كلينيك وديما كلينيك، يعني حتى مراجعينا بالجهراء قربنا لهم العيادات مشان ان شاء الله يروحوا ويفحصوا فحص شامل. طبعا الفحص الشامل بالباطنيه واسع، في استشاره، في هولتر، يمكن راح نحكي شوي على الهولتر كذلك، في فحص تحاليل شاملة بيضم السكري وفقر الدم وكل الأمراض اللي تجي عن طريق للشخص أي عمر. إحنا قاعد نقول الفحص المبكر ها؟ فحص مبكر. فحص من غير أعراض يعني المريض ما بنعتبره مريض مراجع يكون بالبيت بيقول لا بدي أطمن على صحتي من غير أعراض أروح أشيك على دكتور باطنية ويمكن دكتور الباطنية بيحوله على أي دكتور اختصاصي في المجال اللي يكون عنده يعني شكوك بمرض معين. مشكله بعضهم يقول لك انت ليش تروح ابنها ما فيك الا العافيه تقعد روح حق نفسك روح بس تدارك الامر بالبدايه بيكون اسهل علاجه متاكد على هالنقطه نتكلم على السهوله انه لا سمح الله اذا انت يفيد شيء او معرضه لشيء معين تتجاوزينه في هذه المرحله الاولى او انت او ابنك او بنتك الله يعافي الكل لكن يا جماعه الفحص الشامل مهم جدا الفحص الدوري والله مهم جدا هذه الفحوصات خاصه فيك انت بالنهاية أنت تتفادى أي مشكلة مستقبلية ممكن أنت تطول في عملية العلاج ممكن تلجأ إلى العلاج السريري والمستشفى وتقعد بالمستشفى وتروح يصير جزء من جدول حياتك أنت في غنى عنه وأنت في غنى عنه لذلك الفحص الدوري ما راح يكلفكم ساعة يا جماعة ساعة ما في أسعار غالية راح تدفع ماكو شيء ما بسيط أزين دكتور أشرف خلينا نتكلم على البعض يرى أن أجلكم الله عند الأطفال فالأم ترى البول يتغير أو يتغير لونه بعضه للإحمرار بعضه إلى اللون الوردي بعضه كذا سواء البنت أو الولد فيحوش نوع من الهلع ونوع من المشكلة هني شنو تنصح أنها تدارك فيه أول شيء مبدئيا إحنا بنقول الأم البوابة الرئيسية لمعرفة مرض طفلك هو لون بوله لون البول هو البوابة الرئيسية اللي ممكن تعرفي ابنك عنده إيه طيب البول ده عبارة عن إيه البول ده عبارة عن سائل بتستخلصه الكليتين من الدم ثم تدفعه إلى الحلب ليخرج 95% من البول مية وبعد كده 5% بعض المكونات الأخرى طيب لون البول الطبيعي إيه؟ أصفر فاتح زمان في عهد القدماء الرازي وابن سينا كانوا يستطيعون أن يعرفوا المرض بمجرد ينظر إلى البول وكانوا يفرقون بين بول المرأة وبول الرجل وكانوا يفرقون بين بول الحيوان وبول الإنسان طبعا الايام الحديثه طبعا اختبارات البول بقت متقدمه جدا صحيح. لكن باختبار بسيط ممكن الام تعرف ابنها عندي عندنا 10 الوان للبول ممكن تشوفه بالام الاصفر الفاتح ده البول الطبيعي طب لو كان اصفر غامق لو غامق اصفر غامق ده بقول الام انك انت مش بتشربي امك ابنك ميه الابن مش بيشرب ميه كويسه او مش بيرضع كويس لذلك انت بتشوف حفاظه الطفل الرضيع لون اصفر غامق طيب لو كان اللون ابيض اللون ابيض ده بيحدث في ثلاث حاجات يا اما التهاب في المسالك البوليه او زياده حمض اليوريك اسيد في البول اللي هو اطفال بياكلوا لحمه كتير او زياده في نسبه الفوسفات ناتج عن خلل في الغده الجار اسمها باراثايرويد جلاند او الجار الدرقيه طيب لو كان لون البول بني ده مهم جدا وفي منتهى الخطوره ده معناه ان في تكسير في خلايا الدم الحمراء ويظهر البول لونه بني وبالتالي ده معناه ان الطفل عنده انيميا الفول هذا اي رقم وصلنا هنا ثلاثة تبغى تكملوا للعشرة زوروا الدكتور عنده في عيادته نحن الوقت ما شاء الله قاعد يمشي معنا فيزورونك ان شاء الله بارك الله فيك دكتور يعني ما شاء الله الوان كثيره جدا وفي حاجات بس امراض يعني في حاجات طبيعيه يعني مثلا في اكلات ممكن تؤدي الى الوان
زي البنجر ممكن يؤدي الى لون احمر، في بعض الادويه ممكن تؤدي الى يعني الوان، لكن يعني هو مؤشر دكتور، هو مؤشر مهم، مطمن جدا وهي بوابه بالنسبه جميل. ان الام تعرف ابنها. استشاره مجانيه عند دكتور اشرف لنهايه اكتوبر، استشاره مجانيه عند زروت حابين تتعرفون بشكل اكبر واوسع. احنا في النهايه قدم لكم هذه المعلومات في هذا البرنامج، وانتم عارفين الوقت يعني احنا محكومين بوقت معين، لذلك دكاترتنا الافاضل بارك الله فيهم قاعدين يعطوكم قد ما يقدرون في هذه النصائح، قد ما يقدرون يحاولون يفصلون بشكل اكبر واشمل اوسع حتى توصل لكم الفكره، فبارك الله فيهم. واذا انت حاب تستفسر بشكل اكبر زورهم من الساعه 9 لغايه الساعه 9 مساء بمركز الجرار الالماني التخصصي. دكتوره ايمان، اخر سؤال مع حضرتك اللي هو شو اللي راح يكشفه فحص تخطيط القلب لمده 24 ساعه والضغط ل 24 ساعه؟ اسمه الهولتر، وعبارة عن جهاز بسيط نقال بنحطه عن طريق أقطاب موجودة على البطن وعلى الصدر 24 ساعة عند المريض. نكتشف مريض ولا مراجع؟ مراجع خلينا على كلمة مراجع. رح نكتشف أمراض قلب، يمكن مرات بيجي المريض بيقول لك أنا عندي خفقان، بحسه بس من القلق، يقول لا، مرات بيكون مرض خطير بالقلب، مرات بيكون عنده حالة إغماء، مرة على مرة بيقول يمكن نزل لي السكري، مش عارف، عادي ما أكلت اليوم، لا يمكن يكون مرض جدا يعني خطير بالقلب. ما راح يسجل 24 ساعه معاه يقدر ينام يرتاح؟ ما راح يسجل هذا الشيء ابدا. ونفسه الجهاز راح ننزل نحسب فيه كمان الضغط لمده 24 ساعه، وصدقني اكتشفنا كم حاله، يعني اكثر من ضمن 10 حالات 6 حالات بيكون عندهم ضغط غير معالج. غير معالج ما بيحسوا فيه، بيكون عنده وجع راس، وجع بالرقبه او نزيف. حق الكل، حق الطفل والمراه والمراهق والكبير السن ولا لاعمار معينه دكتوره؟ لا، اعمار معينه يعني تقريبا للرجال من 30 سنه وطالع. نعم. بالنسبه للنساء كذلك نفس العمر، اطفال قليل جدا، بس يعني الباطنيه بتضم كذا مرض. ونتيجته كفيله بانكم انتم تقيمون على هذه طبعاً. النتيجه تاخذون الفحوصات الثانيه بشكل سريع، لكن هو يعطيكم راح يطلع يا مطمن يا بعلاج. بارك الله فيك. شكرا لك دكتوره ايمان بالعريف، وموفقين ان شاء الله. والشكر موصول لك دكتور اشرف، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم مشاهدينا، نتمنى العافيه للجميع ان شاء الله. اذا خصم 50% من قسم المسالك البوليه وقسم النساء والولاده من تاريخ الحلقه ولنهايه شهر اكتوبر، خصم 50%، يعني اللي ب20 ب10 خصم 50%. وايضا الجواز المقدم من الدكتور اشرف، استشاره مجانيه من تاريخ عرض الحلقه ولغايه، انا قاعد اقول من بدايه الحلقه لنهايه شهر 10، هو لمده اسبوع، اسبوع ولا نزيد اسبوعين؟ لا اسبوع يمكن ان شاء الله. طيب لمده اسبوع مع دكتور اشرف ان شاء الله، هي استشاره مجانيه لاطفال اي دور دكتور؟ 13 دكتور 13. وصلنا حق الختام، ونشوفكم على خير وصحه وسلامه في امان الله.